ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد. الدرس اليوم هو الدرس الاول في صف التحويل ماده اللغه العربيه طبعا مستوى السادس ابتدائي. الدرس هو الفعل الصحيح والفعل المعتل. دابا في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا شنو الفرق ما بين الفعل الصحيح والفعل المعتل. اول حاجه خصنا نعرفوها هو الفعل الصحيح. الفعل الصحيح هو الفعل الذي خلت حروفه من حروف العلة. اذا خاصنا نعرفوا شنو هما حروف العلة. حروف العلة الواو والالف والياء، وكتقرا وايون. اذا الفعل الصحيح هو كل فعل خلت حروفه الاصليه من حروف العله. شنو هي حروفه الاصليه؟ الحروف الاصليه هي اللي ما يمكنناش نحيدوها من الفعل، حيت كاين خ ر ج. ردوا معايا البال. خرج هادو فعل ثلاثي حروفه اصليه، يعني خرج ما يمكنناش واحد الحرف منه نحيده. ثاني حاجه انه خالي من حروف العله، ما فيه لا واو لا الف لا ياء، اذا خرج فعل صحيح. كاين فعل اخر اخرج. اذا الفعل اخرج الحروف ديالو ماشي كاملين اصليين، حيت الفعل الاصلي هو خرج، اذا هذا حرف زائد. وريتكم غير مثال ما بين الفعل اللي حروفه اصليه والفعل اللي زايد على الحروف ديالو الاصليه. دائما الفعل اللي تعطانا الا كان حروف ديالو ماشي اصليه ضروري نردوه فعل الحروف ديالو اصليه، عاد كيمكننا نعرفوا واش فعل صحيح او لا معتل. حيت الفعل الصحيح هو ضد ديال الفعل المعتل. مثال اخر دخل. اذا دخل فعل ثلاثي حروفه الاصليه خاليه من حروف العله، اذا هذا كنقدروا نقولوا عليه بانه فعل صحيح. الفعل الصحيح مكون من ثلاث انواع. ردوا معايا البال. الفعل الصحيح كاين سالم، قلنا الفعل الصحيح يتكون من ثلاث انواع. النوع الاول هو الفعل السالم. الفعل السالم كما ذكرنا في الامثله قبيله خرج دخل ذهب. النوع الثاني هو مضعف. اذا الفعل صحيح كيمكن له يكون فعل صحيح حروف ديالو الاصليه خاليه من حروف العله، ولكن كيكون من النوع ديالو مضعف. يعني مضعف تضعيف شده، مثلا شده هيا معايا مد رد لاحظوا معايا تضعيف شد مد رد. قلنا الفعل الصحيح في ثلاثة، السالم المضاعف، والنوع الثالث هو المهموز. إذا السالم المضاعف والنوع الثالث هو المهموز. المهموز طبعا عارفينه باللي غتكون فيه الهمزة، مثلا أكل أكل فيه همزة، هو فعل صحيح لأن حروفه الأصلية خالية من حروف العلة، ولكن مهموس حيت فيه الهمزة. مثلا أخذ
اذا هذا هو الفعل الصحيح حتى ديال الانواع. هادشي اللي كاين الفعل الصحيح. غادي ندوزو الفعل المعتل اللي هو العكس ديال الفعل الصحيح. اذا الفعل المعتل هو التي كانت احد حروف الاصليه حفعله. اذا احد حروفه الاصليه حرف علة. أعطوا مثال. إذا قلنا حروف العلة هي وايون. كتقرا وايون باش تسهل تحفظوها. هي الواو. كل فعل فيه واو ألف ياء فهو فعل معتل. مثلا وجد. وجد به حرف علة إذا فعل معتل. قال. قال فيه ألف اللي مكاينين في الحروف العلة. إذا قال فعل معتل. قام. قام كذلك فعل معتل لأن به حرف علة. سعى. ساعة ردوا معايا من حروف العلة. وحتى الفعل المعتل ينقسم فيه ثلاثة ديال الأنواع. نشوفوا الأنواع ديالو. النوع الأول ديال الفعل المعتل هو المثال. كنقولوا بلي فعل معتل هو فعل مثال ملي كيكون الفاء ديالو بحرف علة. كيفاش؟ مثلا الفعل ها هو فعل، ملي كيكون الحرف الاول ديال الفعل هو حرف علة كنقولوا مثال. بحالاش؟ بحال وجد. وجد فعل معتل حيت فيه حرف علة. فين عندنا حرف العله في الفعل؟ في الاول. اذا ملي كيكون حرف العله في الاول كيتسمى داك الفعل مثال. وقف. وقف الحرف العله في الاول اذا هو فعل مثال. وجد وقف. وهب. وهب فعل معتل مثال لان حرف العله توجد في الحرف العله يوجد في الاول. عندي النوع الثاني اللي هو اجوف. ردوا معايا البال. الاجوف شنو هو؟ الاجوف شنو هو؟ الفعل المعتل او الفعل الاجوف. من الكلمه غادي تفهموا اجوف ان الوسط، يعني الفعل حرف العله ديالو غادي تكون في الوسط هنا. اذا هنا غيكون فيه حرف علة. مثلا قال. ردوا معايا البال. قال فهو فعل معتل أجوف. علاش؟ لأن حرف علة يوجد في الوسط. نام. نام كذلك فعل معتل أجوف لأن حرف علة يوجد في الوسط. قال نام. نال. نال حرف علة في الوسط. حرف علة في الوسط. النوع الثالث من الفعل المعتل هو الناقص. الفعل الناقص. إذا الفعل الناقص هو فعل المعتل اللي كتكون حرف العلة في الأخير. إذا عندنا مثلا فعل غادي الحرف العلة دائما كيجي في الأخر. مثلا نوى. ولا مشى. لاحظوا معايا
حرف علة يوجد في الأخير، إذا هو فعل ناقص معتل لأن به حروف العلة. قضى، فحرف العلة يوجد في الأخير، فبهذا كنكونوا سالينا شفنا الفعل الصحيح وشفنا الأنواع ديالو بثلاثة والفعل المعتل بالأنواع ديالو ثلاثة. وبهذا كنكونوا سالينا الدرس ديال الفعل الصحيح، والفعل الصحيح هو الفعل المعتل. ترقبوا فيديوهاتي المقبلة مع دروس جداد وشرح جديد وتفصيل مبسط. دمتم على خير.